مشاهدينا، يعني كل اللي بيزور معرض تنمية الأسرة المصرية في العالمين الجديدة بيقدروا يشوفوا إبداعات كده الأسر المصرية في كتير من الحرف. كل عمل في المعرض بيعكس جمال تراثنا ومهارة كل إيد مصرية. عشان كده خلونا مع بعض نروح لفاطمة خليل اللي موجودة جوه المعرض واللي هتورينا الحرف دي والإبداعات من المصريين. مساء الفل عليك يا فاطمة. مساء الخير يا باسانت، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي القناه الاولى وبرنامج العالمين. زي ما قلتي فعلا انا داخل معرض تنميه الاسره المصريه بالتعاون مع وزاره التضامن والمجلس القومي للمراه، وحقيقه هنا موجود حرف يدويه كتير ويعني عايزه اقول لك هنا كل العارضين موجودين وكل المهن الموجوده يعني تستحق فعلا الاشاده. في مبادرات كمان كتيره جدا، مبادره نوره لتمكين الفتيات الصغار موجوده داخل المعرض، مبادره تحويل موجودة كمان، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية. لكن في مبادرات مهمة كتير كمان، مكتب شكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة موجود داخل المعرض، وفي مبادرات كتير موجودة، وفي مركز تنمية المهارات موجود كمان داخل المعرض. وأكيد هنتكلم مع ضيفتنا اللي موجودة دلوقتي معانا في المعرض، وهي أستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة. مساء الخير أستاذة مي. مساء النور. أهلا وسهلا. يعني الحقيقة في مبادرات كتير جدا داخل المعرض، معرض تنمية المهارات أو تنمية الأسرة المصرية داخل إطار المهرجان في دورته الثانية. عايزين نتكلم مثلا عن مبادرة تمكين الفتيات، وهي مبادرة نورة، وهي مبادرة مهمة جدا. المبادرة دي احنا بنشتغل بيها في إطار التوعية وتدريب الفتيات على برامج مختلفة، بندخلهم داخل المشروعات ويتعلموا ازاي ريادة الأعمال وازاي ان هم التنشئة المتوازنة للآباء والأطفال مع بعض. بنعمل لهم أنشطة كتيرة تكون فيها ألعاب ورسائل بطريقة غير مباشرة، تديهم يعني رسائل إيجابية لإزاي إن هم يبقوا لهم دور فاعل في المجتمع. وبنعمل هنا على هامش المبادرة عاملين عرض حي، وبنخلي الأطفال يتعلموا بعض الإيجابيات في تواجدهم في الأسرة والتفاعل مع المجتمع من خلال ألعاب لذيذة، ومن خلال برضو إن احنا بنوعيهم بكل الأمور الإيجابية في الداخل. مبادرة نورة بتستهدف أعمار قد إيه من البنات؟ من 14 سنة ل 18 سنة، وإحنا كمان بنشجع فيهم الآباء كمان والأمهات إن هم يبقوا بيشوفوا التغير اللي بيحصل للفتيات في وإن هم إزاي كمان يتعاونوا ويتداخلوا مع بعض كأسرة. فده بتفرق قوي يعني من خلال الأنشطة والألعاب إزاي إن هم يبقوا ليهم دور فعال في المجتمع. وجود الفتيات معاكم في المبادرة بيكون من سن 14 لحد 18 سنة، لكن المدة الزمنية اللي هم بيقعدوها معاكم في المبادرة بتبقى قد إيه؟ لا، هو المبادرة بتقعد فترة طويلة جدا لمدة سنة، بيبقى فيها بقى توعية من كل الأمور المختلفة. وإحنا عندنا كمان هنا على هامش المؤتمر في بنقدم مبادرات المجلس المختلفة، وبنعرض كل النتائج التدريبات والمحاور اللي اشتغلت عليها تنمية الأسرة المصرية. فعشان كده إحنا هنا بنمثل تنمية المهارات والتدريبات الحرفية اللي تمت، المستفيدات موجودين معانا من جميع المحافظات، هم اللي بيعرضوا منتجاتهم اللي اتعلموها وقدروا ان هم دلوقتي يبقى عندهم منتج متكامل مواكب للسوق، وفي جوده وفي تصميمات وفي ذوق مختلف. معانا مبادره تحويشه، معانا مكتب الشكاوى. تحويشه هي مبادره مهمه جدا، فيها سيدات كتير قوي مع المجلس القومي للمراه بتحوشوا معاهم وتفهموهم بيحوشوا ازاي. عايزين نعرف بالتفاصيل تحويشه عباره عن ايه. هو احنا كان مبادرة تحويشة هي مبادرة للادخار والاقراض، كانت قبل كده معمولة بشكل صندوق مجموعات من 20 سيدة بيحوشوا وبيسلفوا البعض، وبحيث ان هي اللي عايزة تعمل مشروع اللي عندها حاجة ضرورية عايزة تعملها، فكانت في هذا الطريق. احنا دلوقتي حولناها انها بقت بطريقة
الفكره القديمه اللي هي الجماعيه اللي كانوا بيعملوها زمان. دلوقتي بقت بشكل الكتروني وبقى لهم حساب في البنك، فاول حاجه ان هم بقى لهم تحولوا الى الشمول المالي. تاني حاجه ان احنا طبعا ده بيضمن لهم طبعا الامان والضمانات، وان هم دلوقتي يقدروا ان هم يبقوا متواجدين بشكل رسمي في المجتمع، متشافين اقدر اكبر من مشروعي، اقدر انمي منه. وبنعمل بصراحه يعني تداخل بين كل البرامج في المجلس، بحيث ان المجموعات الانتاجيه اللي موجوده في تحويشه هم اللي بياخدوا التدريبات مع تنميه المهارات، هم اللي ابائهم وفتياتهم في الاسر هم اللي داخلين في مبادره نوره، بحيث ان هو الاسره تبقى يعني واخده يعني مهتمين بافراد الاسره كلهم، سواء الام او البنات اللي موجودين داخل الاسره. بالظبط بالظبط. وعندنا برضو مبادرات للشباب والذكور، يعني لان هو طبعا ما نقدرش ان احنا نستهدف الام والبنت من غير ما يبقى الاب متواجد والاخ برضو متواجد. دي نقطه مهمه جدا، المجلس القومي للمراه دايما بيهتم بالمراه وشؤون المراه ومشاكل المراه، كمان دخلتوا العنصر الرجالي. العنصر الرجالي دخلتوه، يعني ايه المبادرات الخاصه بالعنصر الرجالي برضو؟ احنا عندنا كان مبادره اللي هي لاني رجل، هي برضو برسائل غير مباشرة برضو ورسائل عملية الحقيقة، يعني احنا مش بنتكلم على حاجة من الخيال، لا احنا بنقول لهم انت دورك كأب كبير جدا، ودوركم كأسرة ام واب ان انتوا تتشاركوا في تربية الولاد، تتشاركوا في الاعباء الاقتصادية. دلوقتي مفيش بيت يقدر ان هو يقوم، يعني طبعا كل دور يحترم، بس المشاركة في الاعباء الاقتصادية مش حاجة عيب ابدا. وكمان بنعلم السيدات حرف مناسبة ليهم، وبنروح لقريتهم علشان ما يضطروش ان هم يبعدوا عن منزلهم، يبقوا برضو حاجة بتناسب العمل وفي نفس الوقت الأسرة. يعني بتروح لكل محافظة ولكل أسرة في كل المحافظات، بيبقى ليها مراكز تدريب معينة في المحافظة دي علشان الأسرة تتشجع انها تشترك فيها؟ أيوة، احنا دلوقتي في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، احنا بننشئ وبنجهز مشاغل ووحدات إنتاجية في الكرة نفسها. فاحنا دلوقتي عندنا اكتر من 40 مشغل وحدة انتاجية كلها في الكرة، وده الحقيقة طلب على طول كنا بنستقبله من السيدات، ان هم عايزين اماكن تبقى طبعا جنب منازلهم، ما يضطروش ان هم ياخدوا مسافات طويلة علشان يروحوها، وده الحمد لله وفرناه من خلال المشروع. شفت كمان الاشغال اليدوية والملابس التلي، عايزين نتكلم على التلي علشان ليه قصة كبيرة جدا. حقيقي التلي الحقيقه احنا يعني وصلنا ليه لمرحله الحمد لله ان احنا دلوقتي بقى فيه علامه جماعيه تجاريه لتلي شندويل في سوهاج، والنجاح ده الحمد لله عرضناه في المنظمه العالميه للملكيه الفكريه في سويسرا، واشادوا بتجربه مصر واشادوا بالشغل التلي، عرضنا شغل التلي هناك وكان معانا مستفيدات من سوهاج. خلينا نتكلم بالتفصيل ايه هو التلي، علشان لو المشاهدين مش عارفين ايه هو، عباره عن ايه التلي. اوكي، التلي هو خيوط كانت الاول من الفضه والذهب الخالص، بس دلوقتي طبعا هي خيوط معدنيه مطليه فضه وذهب، بتطرز بيها الاقمشه المختلفه. زمان كان بس اقمشه تل، بس دلوقتي بقت تتعمل على الكتان وعلى القطن وعلى خامات مختلفه. ده بقى التطور اللي بيحصل، لكن هي ليها موتيفات معينه. الموتيفات دي كلها بترمز للحضاره وللطبيعه وليها قصص، ان كان العروسة لما بتروح لبيت جوزها الطرحة بتاعتها كانت كلها بتبقى معمولة بموتيفات التلي. حضرتك عارفة دلوقتي التلي بيستخدم في الماركات العالمية، ماركات عالمية كبيرة، فالحقيقة هو يعني فن جميل. أكتر محافظة مشهور بيها التلي سوهاج وأسيوط، دول المحافظتين اللي فيهم التلي. وانتوا بقيتوا خلاص يعني تشتغلوا مع المحافظتين علشان يبقى ده مكان التالي المشهور. احنا بنشتغل مع المحافظتين من 2003، لان كان عندنا مشروع مع منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث، وعملنا كتيب للموتيفات كلها وايه قصتها، وبعد كده دربنا بقى سيدات هناك معانا، وفي مشروع تنمية الأسرة المصرية برضو دربنا سيدات كتير على بنكبر يعني القاعدة، لما بنلاقي ان في طلب على المنتج ده بنعمل كده. وفي نفس الوقت بقى احنا عشان
نحفظ الحرفه دي لمصر. فاشتغلنا بقى مع المنظمه العالميه في الملكيه الفكريه ان احنا بقى يبقى في علامه تجاريه جماعيه للحرفه في مصر بتسجل باسم مصر. احنا دلوقتي سجلناها محليا او خلاص بننهي الاجراءات التسجيل المحلي وهنطلع بيها بقى للتسجيل العالمي ان شاء الله. زي ما انا شايفه مش بس كل اللي موجود هو يخص المراه فقط، لكن كمان في يعني بارتيشنز او اماكن للاطفال مخصصه للاطفال، فخلينا نتكلم برضو عليها. ايوه، ما هي دي الجزء اللي في كورنر بتاع نوره، مبادره نوره. احنا عاملين يعني حرف يدويه تقدر ورش للاطفال يقدروا يعملوها، صلصال على شكل نوره، صلصال مثلا ديكوباج على شكل برضو حاجات يقدروا الاطفال يعملوها، هم يعملوها بايديهم وبعد ويخلصوا وبيطلعوا المنتج وبياخدوه معاهم يعني وهم ماشيين، بتبقى ذكرى ظريفه ويحسوا ان هم عملوا حاجه بايديهم. فدي الورش اللي للاطفال. وطبعا هنا في المكرميه قدامنا اهي، والمكرميه وعندنا لا حاجات كتيره، وعندنا الديكوباج وعندنا كان بنعمل تطريز، فكلها حاجات بسيطه. هنا على اليمين برضو في العاب برضو خاصه للاطفال. بالظبط، بس احنا يعني بنحاول ان المكان هنا يبقى بيجذب العيله كلها. الام طبعا بتيجي الساحل عايزه اطفالها يبقوا متواجدين في مكان هم متسلين وهي برضو بتلف ومبسوطه، فعشان كده فكرنا في الورش والعروض الحيه اللي بنشارك فيها الجمهور معانا علشان يبقوا يعني بيحسوا ان هم جايين مش مجرد ان هم جايين معرض بس يتفرجوا، لا هم جايين يقضوا يوم ظريف يعني يلعبوا مع أطفالهم ويعملوا ويتعلموا حرفة وكده. من ضمن برضو المهن اليدوية اللي موجودة هي برضو الرسم على الجلود وصنع الجلود، سواء بقى شنط محافظ، عايزين نتكلم برضو على البارتيشن ده. طبعا يعني احنا الجلود عندنا في مصر يعني حرف كتير بندخل فيها الجلود، حتى دلوقتي بقى الجلود مع العرجون، الجلود الجلد مع الخوص، غير يعني طبعا الجلد الخالص. والسيدات يعني بطبيعتها غير انها طبعا بتميل للحرف اليدوية، حرفة الجلود فيها كمان ابداع فبيميلوا ليها اكتر. انت هتلاقي برضو في حاجات جلود مرسوم عليها، حاجات مطبوعة عليها يعني، فلا يعني في مجموعة كبيرة من المنتجات الجلدية فعلا والحرف المختلفة كلها يعني كل الحرف اليدوية. نتكلم عن جزء مهم جدا وهو مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة اللي موجود هنا داخل معرض تنمية الأسرة المصرية، عايزين نتكلم لأن ده مهم جدا، وجوده مهم جدا داخل المعرض أو خارج المعرض. طبعا هو يعني احنا فكرنا قبل ما نبقى بنمثل مكتب الشكاوى، بس قلنا ان احنا ده مهم فعلا ان الناس يعرفوا ان في الخدمه دي. يعني في ناس كتير بيقولوا لنا احنا ما كناش نعرف ان انتوا بتقدموا الخدمات دي للجمهور، فاحنا هنا في البارتيشن بنعرفهم احنا بنعمل ايه، بنعمل لهم العاب كده برضو لذيذه يتعرفوا بيها على شويه القوانين يعني الحقوق الاسره يعني بطريقه كده برضو كلها في شكل العاب، لان احنا يعني في مصيف عايزين الناس يطلعوا الهموم والمشاكل طبعا. فهي عاملينه بشكل فعلا ان هم الناس تتعرف على ايه الخدمات اللي ممكن يعني يلجأوا لها في اي وقت او يعرفوا الناس بيها، وفي نفس الوقت برضو يبقوا فاهمين برضو يفهموا شويه يعني حاجات اللي هي تنفعهم لشخصهم في الحياه. لازم ابقى يعني في شويه معلومات انا لازم ابقى عارفاها علشان لو اضطريت في اي وقت ان انا اتعرض لاي حاجه ابقى فاهمه ايه حقوقي ايه مسؤولياتي. انتوا عاملين كمان الموضوع ده اللي انتوا تعرفوا السيدات او الفتيات ايه المشاكل اللي هم ممكن بيتعرضوا لها عن طريق لعبه. انا دخلت المكتب ولعبت فعلا اللعبه دي وشفت يعني ايه العنف اللي ممكن يبقى تجاه المراه او تجاه الفتاه، وممكن نحطها في لعبه كده نقول ده عنف اقتصادي، عنف جسدي، عنف لفظي. بالظبط بالظبط، ما هي دي الامور اللي يعني انا لازم ابقى عارفه ان انا لو حصل لا قدر الله او حتى لو حد اعرفه حصل له ده ابقى عارفه ان انا اوجهه، ابقى فاهمه ايه انا حقي، انا حقي ايه يعني، انا اقدر اروح اتواصل مع مين. لان احنا طبعا في مكتب الشكاوى احنا بنحيل كل بنوجه وبنحيل كمان المشاكل للجهه المختصه.
في خط ساخن كمان 15115 انا حفظته خلاص لاي مراه او اي فتاه تتعرض لاي عنف سواء جسدي لفظي جنسي تتجه على طول تكلم الخط الساخن 15115 وهم اكيد هيمشوا معاكم خطوه بخطوه علشان يحلوا المشكله دي للعنف او لاي مشكله بتقابلها. يعني لا قدر الله في مثلا مشكله مع الزوج في حاجه الاحوال الشخصيه اي امور بالاحوال الشخصيه حتى استفسارات مثلا هي مسافره ومثلا عندها مشكله مثلا في استخراج اوراق معينه يعني اي حاجه ممكن تستفسر بيها من خلال خط نتكلم بقى على الجزء الخاص بحضرتك ولا تنميه المهارات يعني اليدويه فعايزين نتكلم عنه بالتفصيل اكتر لان انا شفت اكتر من مهاره يدويه وشفت كمان صابون طبي بيتعمل ويتاخد جيف اويز كمان لكل الزوار. ايوه والحقيقه الصابون بالذات هي يعني كانت مدربه هي دكتوره صيدلانيه وتعرفنا عليها في المعرض النباتات العطريه في الفيوم وشفت ان هي عامله الشركه بتاعتها وحاطه الورق انها متسجله فبسطت ان هي واصله لده فاتكلمنا معاها احنا عندنا طبعا في تنميه المهارات والمجلس القومي للمراه قاعده بيانات للمدربين اللي ورائده الاعمال اللي بنتعامل معاهم علشان يوعوا يدربوا ناس تانية وينشروا العلم بتاعهم في المحافظات والقرى فهي يعني بقت بالبراند بتاعها بتعلم سيدات صناعة الصابون فالحقيقة يعني هي لفت معنا في محافظات كتيرة جدا وكرة كتيرة جدا هي وغيرها لكن بتعلمهم بقى بالمقاييس العلمية ازاي بعمل الصابون ده من مواد كلها طبيعية زي الكركم والفحم الكركم بالضبط احنا كنا يعني بنعلم ناس اجانب في قاعات كنا يعني بيستغربوا ازاي هنعمل ده وازاي هنعلمهم هو الحقيقه هي يعني علشان عاملاه بطريقه علميه فهي الحقيقه بنقدر ان احنا نوصل ده لان احنا في الاخر يهمنا ان هو اللي يتدرب ده يبقى فعلا معاه يعني حرفه او مهنه تقدر ان هي يبقى ده مثلا مصدر رزق لاحقا ليها يعني حتى تستخدمه يبقى استخدام حتى شخصي فتوفر برضو من أعباء الاقتصادية لأسرتها فده بيبقى هدفنا مع بقى بندي طبعا تدريبات للتسويق بندي تدريبات عن التصوير المنتج يعني احنا هنا برضو بنصور كل المنتجات بشكل احترافي وبنعلم السيدات ازاي هم يعملوا ده بنفسهم طبعا بنشرك برضو بقى المستفيدات معنا في كل المعارض اللي احنا بنشارك عليها سواء معارض بنبقى مساهمين فيها أو معارض على هامش المؤتمرات فطبعا حته التسويق دي بتبقى مهمه قوي للسيدات وبرضه بنديهم برضه بعض المهارات الحياتيه يعني هي باكج متكامله بنمشي معاهم علشان يبقوا خدوا كل الدعم اللي ممكن من رياده من تثقيف من شمول مالي من تدريب حرفي من تسويق تسعير تصوير وبعد كده بقى نشركهم معانا في المعارض وبعد كده هم ينطلقوا بقى وربنا يوفقهم يعني أنا جدا كنت مع حضرتك استاذه مي جدا وانا بجد سعيده بالحرف اليدويه والشغل الهائل اللي انتوا عاملينه داخل معرض تنميه الاسره المصريه داخل اطار مهرجان العالمين في نسخته الثانيه بشكرك جدا استاذه مي محمود مدير عام تنميه مهارات المراه بالمجلس القومي للمراه شكرا جزيلا ليك ميرسي شكرا ليك زي ما حضرتكم تابعتوا معايا ان احنا كنا دلوقتي داخل طبعا معرض تنميه الاسره المصريه وفي فعاليات كتير وفي حرف يدويه زي ما اتكلمنا مع استاذه مي ومكانه قدام الجهة المقابلة للمنطقة الشاطئية داخل مهرجان العالمين ولسه في فعاليات طبعا كتير جدا وانا هكون معاكم لحظة بلحظة شكرا ليك يا فاطمة والشكر موصول لضيفتك الكريمة الأستاذة مي محمود